والله انها لانفسكم، انت يوم القيامه بتفرح بهذه الصدقه، فلا تبخل على نفسك، نسال الله يجعلها في ميزان الحسنات. عطنا الحاله الثانيه يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حمدان، اكتشفت باني انا عندي سرطان القولون، وتواصلت مع جمعيه التكامل الصحيه، والحمد لله عانتني الجمعيه بعد الله على تكاليف العلاج من كيماوي وعملياته، جزاهم الله خير الجزاء على تعاونهم وكرمهم علينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور. عليها لأنه كانت حالته مرة سيئة، والحمد لله زي ما أنت شايفون الآن يتكلم أموره طيبة يا رب لك الحمد. هذا عنده سرطان، أجرينا له العملية الأولى. جميل. والجلسة الأولى من كيماوي، وباقي عنده كورس كامل مدة 3 سنوات كأقل تقدير يعني. ولكن الحمد لله زي ما أنت شايفون الآن على الشاشة أموره طيبة، يمشي يروح يجي أحسن من أول بكثير، أقدر أقول لك يمكن فوق 70% الآن تحسن صحته. ما شاء الله. طيب دكتور علي، معليش السؤال هذا، اللي حاب يصل إلى جمعية تكامل الصحية، أكيد في ناس يشاهدوننا وكذلك المتسابقين عندهم بعض الحالات الصحية الحرجة، كيف يصلون إلى جمعية تكامل الصحية؟ احنا نرحب بالجميع إن شاء الله. طبعا احنا متواجدين في منطقة الرياض، يا سلام، مخرج 24. لو تكتب في الويب سايت أو في جوجل جمعية تكامل الصحية، مباشرة يعطيك اللوكيشن حقها، إلى أن توصل باب الجمعية يعطيك موقعها، يعطيك رقم تليفونها. يا سلام. يمديك تدخل على الموقع الإلكتروني الويب سايت حقها. يا سلام. على الصفحة الرئيسية تلقى أيقونة تقدم الخدمة العلاجية، اضغط على الأيقونة، عب البيانات، ارسل تقاريرك الطبية. يا سلام. توصلنا حنا مباشرة التقارير الطبية. حنا عندنا طبعا لجنتين علشان دائما فيه محتاج وفي أشد حاجة وفي مهم وفي منه أهم. عندنا لجنتين، اللجنة الطبية تدرس حالة المريض صحيا ومدى خطورة الحالة عنده أو مدى احتياجه للعلاج المباشر والتدخل الصحي، وعندنا حالة شو اسمه لجنة أخرى تدرس حالتك الاجتماعية والإنسانية. جميل. يروحون يزورونك للبيت سواء في الرياض أو خارج الرياض. يا سلام. يجونك للبيت، يجلسون معك، يشوفون حالتك الاجتماعيه، حالتك الانسانيه. طبعا احنا كتخصص صحي احنا نهتم في الجانب الصحي اكثر، لكن الحاله الانسانيه مباشره نتواصل مع جمعيات شركاء لنا بينه وبينهم شركات استراتيجيه، وهي جمعيات انسانيه واجتماعيه، نحول الحاله الاسريه الى الجمعيات الاخرى بحيث انها تتبنى حالته وتحاول تساعدهم بما الله يقدرهم عليه من اهل الخير طبعا. يا سلام. فاحنا نتبنى الجانب الصحي ونتبنى الجانب الانساني. ندرس الحالتين بجميع اتجاهاتها. حالة معينة جتني أدرسها طبيا وأدرسها إنسانيا. في حالة تحتاج تدخل مباشر وسريع مباشرة أحيانا حتى بدون دراسة، فقط توقيع 2 من اللجنة الطبية من الأطباء على أنها تحتاج تدخل مباشرة، نحولها على المستشفى لإجراء اللازم لها مباشر. يا سلام. في بعض الحالات لا، تأخذ فترة الانتظار لأن حالتها ما زال عندها القدرة أنها تواصل، ولكن نبدأ معها في مراحل التثقيف والتدريب والتأهيل إلى أن يبدأ العلاج المباشر معها. الله يشكر سعيكم. أنا صراحة جاني هنا سؤال وبنعرضه. مرأة تقول أنا لي من الظناء 20 سنة، هل أجد لي مكان عند الجمعية؟ أهلا وسهلا، ولكن رزقه بيد الله سبحانه وتعالى. هل يعني فيه نحن تبني الحالات؟ نتبنى الحالة، ما عندنا أي مشكلة. ترسل تقارير الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني، توصلنا التقارير، اللجنة الطبية عندنا تدرسها، تشوف مدى جدول العلاج معها. طبعا نحن نعرف أن في بعض الحالات خلاص ميؤوس، يكون التدخل الصحي فيها ضئيل جدا، ولكن ما في شيء على الله. يا سلام. فالله سبحانه وتعالى يقول يا عباد الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا سلام عليك. فما حد يقنط من رحمة الله، لكن حنا نتكلم بمنظور طبي وعلمي، ان في بعض الحالات نقول خلاص كعلم وطب حنا حدنا كذا. يا سلام. لكن رحمه الله وسعت كل شيء.
فترفع تقاريرها ندرس حالتها في مجال. طبعا في عدة طرق من ضمنها الحمل المجهري، من ضمنها أطفال الأنابيب، من ضمنها يعني في أمور إذا ما عاد فيها مجال الله هذه أكبر. قدرتنا اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا. الله يشكر سعيكم، الله يرضى عليكم والجميع. صراحة الحلقة ما ودي أقفلها، لكن يعلم الله، يعلم الله في فعل الخير الإنسان ما يمل. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصدقات وفعل الخيرات. ودي